السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدر تشوف كل ملفات المشروع من library، يبدأ يفتح لك الفلترات، وهنا بتقدر تعمل سيرش على حاجة معينة. مثلا أعمل سيرش مثلا على دم، يبدأ يجيب لي الملفات اللي فيها الكلمة ديت. تقدر تشوف التاجات كلها أو الأبلود ديت كلها أو all location. تمام، تقدر تقول مثلا عايز اشوف الحاجات اللي تبع الدور الاول تبع الدور التاني، شوف سيلكت لوكيشن او عايز اشوف كل اللوكيشن. طيب انا دلوقتي هلغي الفلتر دوت، هقول له انا عايز اشوف كل اماكن اهوت. طيب عايز افتح مثلا الغي دوت، يقول تقدر تعمل سيلكت على اي واحد فيهم فيطلع لك مارك اب. تقدر تحط التعليقات اللي انت عايزها او تعمله داونلود او تعمل اديت للتاج. اديت للتاج هنزود تاج مثلا، وليكن مثلا ان ده ارك كلوز. طيب هفتح دلوقتي دوت واقول له مارك اب، فبيبدا يفتحه لي. اقدر احط تكست مثلا، اقدر احط علامة بالشكل دوت، كومنتات بالشكل دوت، واقدر احط لينك لملف معين بحيث ان هو اول ما يوصل اول ما يدوس عليه يروح للحاجة ديت. ممكن اقول له ده التاج بتاعي، ممكن اقول له بعد كده اقفل خلاص، هو بيسيف كومنتات اللي انا عملتها. في اكتر من رؤيه، ده ثانك يو فلترنج زي لايبرري بريفيو. ممكن اقول له اكسب بريفيو، دي الواجهه القديمه اهوت. تقدر تفتح الملف من هنا بالشكل دوت، تقدر تقول له انا عايز اعمل فيو فيبدا يفتحه لك، تعمل له داونلود.